مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج كلام كبار. حلقتنا النهاردة حلقة كالعادة متميزة جدا، واخترنا مواضيع مهمة جدا. الحقيقة أنا أول مرة النهاردة أطلع بكرافات وبدلة كاملة، وده من باب أني أكسر الروتين، لأن حقيقة الروتين ده سجن أنت اللي بتبنيه لنفسك، وأنت اللي في إيدك أنك تطلع منه برضو بإرادتك. حلقتنا النهاردة أو الفقرة اللي جاية هتتكلم عن كسر الروتين، وده هيكون مع زمايلي ماركو وآية. أما بقى بالنسبة للفقرة التانية، فاكرين زمان لما كنا أطفال كده كنا بنحب قوي مسدس المية، مسدس الخرز، وده كان آخرنا في اللعب. يعني يوم ما اتطورنا قوي جبنا عربيات سابق ولاحق، وانطلق يا ماجنم وانطلق يا سونيك والكلام اللي احنا عارفينه. الموضوع النهاردة متغير جداً، وبقى في حاجات بتأثر إيجابيا أو سلبيا على الأطفال، وده اللي احنا هنعرفه في الفقرة الأخيرة في برنامجنا النهاردة، واللي هنتكلم عنها عن تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال مع زمايلي سارة ورشا. تعالوا بسرعة نطلع فاصل ونرجع علشان نبدأ مع بعض الفقرة الأولى في برنامجنا. بنفتح عينينا على الدنيا، بنتمنى نعيشها في كل ثانية، بس الحقيقة المؤكدة إننا لازم هيجي علينا وقت نسيبها ونمشي، ومش هيتبقى مننا إلا شوية ذكريات ووصية مكتوبة توصل لناس بنحبها. موقع الوصية، خلي كلامك عايش. مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجنا وبرنامجكم كلام كبار. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد شاغل بال الناس كلها، الموظف اللي بينزل كل يوم يروح شغله، الطالب اللي بيروح مدرسته أو جامعته، حتى الشخص اللي مش ملتزم بشغل معين أو دراسة معينة، أكيد برضو يهمه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. النهاردة هنتكلم عن الروتين، الروتين اليومي ازاي نخلص منه، ايه اللي ممكن يوصلنا للروتين اليومي، كمان ايه اللي ممكن تبعيات اللي ممكن يوصلنا ليها الروتين، وممكن نخلص منه ازاي. هنتكلم في كل ده النهارده، بس حابب ارحب بزميلتي ايه. مساء الخير يا ايه. مساء الخير عليك يا ماركو، مساء الخير عليكم جميعا. النهارده هنتكلم في موضوع الروتين اليومي القاتل اللي هو عدو للانسان، وازاي ممكن يغير في حياه الانسان، وازاي ممكن برضو يوصله لحاله من الاكتئاب وحالة من العزلة والانطوائية الشديدة، ده غير ما يحس بالحاجات دي كلها. النهاردة هنحاول بشكل مبسط ان احنا نحاول نوجد حلول بسيطة للروتين. فعلا يا آية، الروتين ممكن يوصل لاكتئاب، وممكن يوصل لعزلة، وكمان ملل. الملل اللي هو يعتبر العدو الرئيسي لأي إنسان ناجح، لأي إنسان بيحاول يسعى لهدفه. طبعا لو ما عادش مع نفسه وحاول ان هو يراجع حساباته، وازاي يخلص من الروتين، ازاي ان هو يخلص ازاي من الروتين اليومي اللي انا بعمله كل يوم. تخيل نفسك مثلا موظف في شركة، كل يوم تصحى الصبح تعمل نفس الحاجة، تلبس هدومك، تركب عربيتك، تروح مشوارك، نفس يومك هو بيتعاد. هتوصل لمرحلة وهتزهق، هتحس ان انت مش قادر تكمل، مش قادر تواصل، ممكن تتعايش مع ده. وهنا المشكلة الأكبر، ان انت ممكن تتعايش مع ده وتحس انه عادي ومش حاسس ان في مشكلة، لحد اما المشكلة تكبر وتحس ان انت بتنهار، مش قادر تكمل. ممكن يكون ناس كتير قوي بيحسدوك على الشغل اللي انت فيه، حاسين ان انت مبسوط وان انت في احسن حاجة، لكن انت من جواك مش حاسس ان انت في احسن حاجة، حاسس ان انت محتاج تغير، محتاج تخرج، محتاج تعمل حاجة جديدة. كل ده لان انت سبت المشكلة لغاية ما تكبر، سبت المشكلة لحد ما يعني حسيت ان انت في لحظة بتنهار، مش قادر تكمل. وده بيخلينا النهاردة نتكلم ازاي نخرج بره الروتين. اكيد طبعا انت يا ايه كمان وقعتي في المشكلة دي، واكيد حسيتي بالحاجة دي، واكيد جيتي في لحظة قلتي لا انا لازم اغير من روتين يومي. اكيد طبعا انا وقعت في المشكلة دي كتير جدا، بس اول حاجة حاولت اعملها ان انا احدد هدفي في حياتي. يعني طول ما الانسان هو محدد هدفه في حياته وطموحه في حياته، هيحاول يكسر الروتين. ده اول حاجه لازم الانسان يعملها، ان هو يحدد هدفه في حياته. وتاني حاجه ان هو لازم يعملها، ان هو ما يعملش كل حاجه عشان هي مفروضه عليه او لازم ان هو يعملها. يعني في بعض الطلاب مثلا لما يجي يذاكر يقول لك اصلا انا حاسس بملل من المذاكره، لانك انت بتعمل الحاجه دي عشان هي مفروضه عليك، بس انت ما بتستمتعش بالحاجه دي. لازم كل حاجه انت تعملها يكون ليها قيمه. يعني مثلا انت لو فضلت تفكر قد ايه المذاكره دي بتفيدك،
مستقبلا او ازاي بتنمي وعيك وادراكك، ده مش هتحس بالروتين. يعني تاني حاجه لازم تعملها انك كل حاجه بتعملها في حياتك لازم تستمتع بيها، ما تعملش الحاجه عشان هي مفروضه عليك وملزم. يعني برضو في بعض الطلاب يقول لك اصل انا بذاكر مواد كتيره وحاسس ان المواد دي ملهاش علاقه بالواقع، فانت طبيعي ملهاش علاقه في الواقع، لكن علماء النفس لما حطوا المواد دي عارفين كويس ان هي هتفيدك في شغلك، فانت لازم تستمتع ويكون كل يعني كل حاجه في حياتك ليها قيمه عشان تقدر تكسر مللك وروتينك. يعني برضو في بعض الناس يعني ممكن تقدر تمارس الرياضه، ممكن تمارس هوايات جديده، تنمي موهبه جديده، مش كده يا ماركو؟ مظبوط يا آية، فعلا انت حطيتي ايدك على نقطة مهمة جدا وهي الهدف او التارجت اللي انا بسعى ان انا احققه. لو انا مثلا هنتكلم عن المذاكرة مثلا زي ما انت قلتي، لو انا حاطط في دماغي مثلا انا ادخل كلية معينة، اكيد مش هحس بملل المذاكرة ومش هحس بتعب المذاكرة كل ما هبص على الهدف او التارجت اللي انا بسعى ليه. انا مثلا نفسي اخش مثلا كلية طب مثلا، فكل ما احاول ان انا احس ان انا تعبت، انا مليت، انا زهقت من المذاكرة، هبص للشهادة اللي انا هاخدها في الاخر، هبص للهدف بتاعي، احس ان انا فعلا مش حاسس بملل. كمان يا اي الرياضة فعلا ممكن احس ان انا مليت، ان انا مش حاسس ان انا بشوف حاجة او نتيجة قدامي دلوقتي، لكن مع الوقت لما ببص مثلا الاقي ناس تانية وصلوا لاهدافهم، احس ان انا جسمي بيتغير مثلا، حاسس ان انا مثلا فقدت وزن كبير، كل ده بيخليني اكثر روتين، بيخليني احس ان انا فعلا مش في روتين، ان انا بسعى لهدفي. فدي حاجه مهمه من ضمن اللي انت قلتيها ايه هي الهدف. برضو احس ان انا ممكن اعمل حاجه يعني تخليني ان انا تنمي عندي حاجات كتير. يعني مثلا في مقوله في علم النفس ايه بتقول ان الانسان ممكن بيفضل يتعلم لحد لحظه الموت، ان انا ممكن بفضل اتعلم حتى لحظه الموت. الانسان طول ما هو عايش بيتعلم، مهما وصلت لدرجة عالية جدا في مجالي، مهما نجحت، مهما وصلت لحاجة حاسس ان انا خلاص انا اكتفيت، لا الكلام ده مش حقيقي. ممكن ان انا كل ما ده اتعلم حتى لو مش في المجال بتاعي، كل ده بيكسر الروتين. جرب مثلا ان انت مثلا بتصحى كل يوم الساعة 8 الصبح تعمل نفس الحاجة، هي تصحى تلبس هدومك تنزل تروح شغلك، مفيش جديد. جرب كده لو انت مثلا صحيت الساعة 6 مثلا بدري ساعتين، تاكل مثلا فطار مثلا مش متعود تاكله، تشرب مثلا مشروب يفوقك، تعمل حاجه جديده مش متعود تعملها، صدقيني ايه ده بيفرق في يومك، هتحس ان انت بتنتج اكتر، بتعرف ان انت حاسس ان انت بتشتغل احسن، حابب شغلك اكتر، عملت حاجه جديده، كسرت روتين يومك. ده برضو في مجالات كتير جدا ممكن انت مثلا، ممكن في ناس شغلها بيخليها مثلا ان هي تنام بدري جدا، بيجي كل يوم بيجي الساعه 8 9 مثلا لازم يكون في سريره بينام. يجرب كده اليوم مثلا اللي هو اللي قبل يوم اجازته، لو مثلا سهر شويه، نزل قعد مع ناس اصحابه ما شافهمش بقاله فتره، عمل حاجه جديده، خرج في مكان جديد، كل ده هيفرق معاك، هتحس ان انت رايح شغلك بعد كده مرتاح، نفسيتك مرتاحه، قادر تنتج اكتر. ممكن مثلا في ناس بقالها كتير جدا ما زارتش قرايبها مثلا، ده فعلا بيبقى حاجه ما حدش كتير واخد باله منها، ممكن تزورهم، تقعد معاهم، تتكلم، تحس ان انت فعلا طلعت في الاسبوع بتاعك عملت حاجه في الويك اند، غيرت لك الروتين بتاعك اليومي، غيرت لك روتين يومي بتاعك، انت بتروح شغلك تروح تنام تاكل عشان تروح شغلك تاني يوم، كل ده بيأثر عليك بالإيجاب، كل ده بيخليك انت قادر تكمل، قادر تنتج، قادر تعمل حاجة أحسن، حتى كمان على يعني على صعيد الصحة، على صعيد العمل، كمان على صعيد الاجتماعي، ان انت قادر ان انت توفق ما بين شغلك، قادر انت توفق ما بين شغلك ما بين أصدقائك. فعلا يا ماركو. برضو في ناس فاكرة ان هو لازم يبقى معاه فلوس كتيرة جدا عشان يكسر الروتين، لا، في أبسط الحاجات اللي انت ممكن تعملها، يعني ممكن تقرأ في رواية جديدة، ممكن تخش يعني بدل ما انت عمال ماسك الموبايل ما بتعملش حاجة، لا، انت ممكن تستفيد من قعدتك على الموبايل، ممكن تقرأ حاجات جديدة، ممكن تنمي مهاراتك. طب في ناس هتقول اصلا انا بشتغل يعني انا مش عايز هدف في حياتي، اصلا انا شغال وما عنديش وقت ان انا افكر في الكلام ده، لا، انت ممكن تسعى انك يكون لك ترقية في شغلك عشان تحس انك كسرت روتينك اليومي. برضو في ناس هتقول اصلا انا بشتغل 24 ساعة وانا يدوب يعني انا باخد يوم اجازة فمش هيبقى عندي وقت ان انا اسافر. هو مش شرط انك مثلا تسافر وتروح مكان معين، لا، الشرط انك تبقى تضيف حاجة جديدة في حياتك انت ما عملتهاش، يعني مثلا تساعد حد حواليك، تحاول انك تساعد الناس، تخرج يعني خروجة قريبة، مش لازم انا اسافر اروح اخر الدنيا عشان انا اكثر الملل. وبرضو في نقطة معينة ان في بعض الناس مثلا لما يسافروا يقولك يفضل يفكر بقى طول اليوم اصلا انا خلاص هرجع بقى وهرجع شغلي تاني والدنيا هتبقى قافلة معايا، لا، كده انت مش بتكسر الروتين، لا، انت كده بتخنق نفسك اكتر، فانت لازم تستمتع بكل حاجة انت بتعملها في حياتك،
لازم تدي قيمة للأشياء اللي أنت بتعملها في حياتك عشان تكسر روتينك وتكسر ملك اليومي. فعلا يا آية، ده بيفكرني بموقف بنت كانت شغالة مضيفة في الطيران. طبعا كل البنات يعني يعتبر لو مش معظمهم بيحلموا ان هم يشتغلوا مضيفة في طيران، كل يوم في بلد، كل يوم في بتشوف اماكن جديدة، بتعمل شوبينج من اماكن جديدة على حول العالم. عايز اقول لك ان البنت دي جت في وقت قالت لي انا مش قادرة اكمل في شغلي، مش عاوزة ان انا اكمل. فطبعا دي كانت حاجة غريبة جدا. ده اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية، ان انا ممكن احس ان انا بعمل نفس الحاجة هي برتابة، فاحس ان انا في روتين يومي، حتى لو الحاجة دي فعلا ناس كتير بتحسدني عليها. اقعد مع نفسك، عيد حساباتك، شوف مثلا انت ايه الحاجه اللي انت بتحبها اللي انت مش لاقي وقت تعملها. طبعا القرايه دي حاجه جميله جدا، وحاجه من اكتر الحاجات اللي بتكسر روتين، مع ان في ناس كتير شايفه انها ممكن تكون ممله دي في حد ذاتها. فعلا. وممكن مثلا لو في شخص عنده هوايات مثلا يا ماركو ينميها، يعني مثلا في ناس بتحب الغنى، المسرح، التمثيل، مش مشكله يعني انا لما يبقى عندي شغل وابقى اخد يوم كده ان انا لنفسي اشوف مواهبي ايه، احاول ان انا اغير الحاجات اللي فيا، احاول اعمل حاجه جديده. مثلا في ناس بتروح شغلها في نفس الطريق هو لا، ممكن على فكره تغير مشوارك في طريق تاني. شكرا. تمام. في اخر حلقتنا حابب اقول لكل واحد، اقعد مع نفسك، عيد حساباتك، شوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها، شوف ايه الحاجه اللي انت هتبسطك، هتخرجك بره مود الشغل، بره مود الروتين اليومي بتاعك، سواء شغل سواء دراسه سواء اي حاجه. اقعد عيد حساباتك، شوف ايه الهوايات بتاعتك، وحاول ان انت تستثمرها. صحيح. وفي نهايه حلقتنا، في نهايه فقرتنا النهارده، نحب النهارده في نهايه الحلقه، نحب في نهايه الفقره نحب نشكر زميلتي آية. ميرسي جدا. طبعا استنونا كل يوم 4 الساعة 2 في برنامج كلام كبار. مساء الخير على مشاهدينا، ورجعنا لكم والفقره الثانيه من برنامجكم كلام كبار. في الفقره دي هنتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، موضوع يخص اطفالنا، وما دام يخص اطفالنا يبقى اكيد يهمنا كلنا، يهم كل اب ويهم كل ام. لكن قبل ما ندخل في الموضوع احب ارحب بزميلتي سارة. يسعد مساك يا رشا، ويسعد مساكم مشاهدينا الكرام. فقرتنا النهارده هنتكلم فيها عن الاجهزه الالكترونيه والسوشيال ميديا ومدى تاثيرها على اطفالنا بشكل عام. يعني ايه طفل يبقى عنده 7-8 سنين ولابس نظاره؟ احنا زمان كنا بنقول الطفل نظره بيضعف نتيجه الوراثه من الام من الاب. كنا بنقول الانسان عامه نظره بيضعف مع كبر السن، كل ما الواحد بيكبر كل ما نظره بيضعف، بيبقى نتيجه الشغل، نتيجه الدراسه. لكن دلوقتي نلاقي الطفل مش بيكمل 10 سنين ولابس نظاره ونظره ضعيف. في دراسه اتعملت في اسبانيا اثبتت ان 285,000 طفل على مستوى العالم سنويا بيصيبوا بضعف النظر، ده بيبقى نتيجه جلوسهم قدام الاجهزه الالكترونيه دي فترات طويله جدا. زمان كنا بنعتقد يا رشا ان السبب الرئيسي لضعف النظر هو العامل الوراثه، ان الطفل بيبقى فاقد النظر، بيبقى وارث الموضوع ده من مامته او باباه. لكن في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي بنلاحظ ان في اطفال كتير قوي صغيره سنهم ما يتعداش 5 سنين او 7 سنين ولابسين نظاره. ده بيرجع السبب الرئيسي ان الطفل دايما عينه مركزه على التابلت او الموبايل او الايباد او جميع الاجهزه الالكترونيه. الاشعاعات طبعا اللي بتطلع من الاجهزه دي هي اللي بتعمل ضعف النظر ده. ده طبعا غير بقى الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبوها الاطفال دلوقتي، احنا بنسميها العاب حربيه مش العاب الكترونيه. يعني ايه طفل يتعلم ازاي يشتري سلاح في لعبه، وازاي يقتل صاحبه، وازاي يضرب؟ ليه؟ احنا زمان كانت الالعاب بتاعتنا واحنا صغيرين ما كانش كده، العاب حلوه وبسيطه كده، بازل، و كنت تخرجي من اللعبه مستفيده منها حاجه، تحسي ان انت خرجتي من اللعبه استفدتي معلومه، استفدتي حاجه، مش اذيه نفسك ومتعلمه ازاي تشتري سلاح زي لعبه بابجي، لعبه فورتنايت. جربتي تلعبي بابجي قبل كده؟ نزلت انا لعبه بابجي على فكره، وحبيت اني انا اجرب اللعبه دي واشوف ليه كل الاطفال عليها تركيز، وليه دايما التركيز مدينه للعبة دي، وايه اللي بيستفادوه منه. يعني انا مش شايفة ان هي فيها اي تركيز او ان هي فيها اي منفعة ان الطفل يبدأ يستخدم اللعبة دي. بصي، او في السن الصغير ما تحسيش بده، لان انت ممكن تقعدي عليها نص ساعة ساعة في اليوم. مشكلة ان الطفل دلوقتي بيقعد حوالي 10-12 ساعة على الجهاز دول، ومستوعب اللعبة كويس قوي، وعارف ازاي يشتري سلاح وازاي يقتل صاحبه. مشكلة بقى ان الموضوع دول يولد العنف عند الاطفال في الشارع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. هو مش فقط العنف بس يا رشا، هو هنا الطفل تقريبا لو هو مثلا سنه صغير 7 سنين أو 8 سنين، الطفل بيبقى في خيال، بينبني في خياله ان هو لما يكبر عايز يبقى رجل عصابات، عايز يبقى رجل مافيا، ازاي يقتل صاحبه، ازاي يقدر ان هو يجيب الحاجه دي بالقوه والعنف.
فهنا الطفل بيبدأ يبني جوه خياله حاجة تانية خالص، عالم تاني جوه خياله. زي لما كنت تسألي الطفل تحب تطلع ايه، يقولك اطلع طيار، اطلع مهندس، اطلع دكتور. دلوقتي وصلت لان اطفال عايز تطلع تاجر سلاح، عايز يعرف ازاي في الطبيعة يشتري السلاح اللي بيشتريه في اللعبة، ازاي يقدر يقتل صاحبه، ازاي يقدر يكسبه، ازاي يقدر يتخانق معاه. غير كده كمان القعده قدام الاجهزه الالكترونيه دي فترات طويله بتولد موضوع التوحد دلوقتي عند الاطفال. التوحد عند الاطفال لما بنبدا بقى نركز كده مع اطفالنا شويه، هنلاحظ ان الطفل حابب ان هو يفضل قاعد قدام الجهاز اللي في ايده، سواء تابلت او ايباد او موبايل، ومش عايز يسيبه، سواء بقى كانت العاب الكترونيه او فيديوهات على اليوتيوب او كرتون. وخاصة ان الكرتون في الوقت ده او في الفترة دي كرتون كله خيالي، يعني مثلا زي سبونج بوب كده. انا طبعا بحب سبونج بوب بس ما علينا. يعني الطفل هنا بيبقى حاطط في خياله ان الكائنات البحرية دي بتمشي ليها رجلين، طب هي في البحر دي كده الحاجات بتمشي يعني مش بتبقى عايمة، فهنا انا بدمر خيال الطفل. وبيبدأ يتخيل حاجات مش موجودة في الطبيعة اصلا، هو عايز يطبقها بقى في الحقيقة. وطبعا بنلاقي العنف بقى اللي موجود في الشارع بين الاصحاب. يعني انا سمعت مرة عن قصة اتنين صحاب قاعدين بيلعبوا على الموبايل بس نفس اللعبة، فواحد قتل صاحبه في اللعبة، قاموا اتخانقوا مع بعض وكان عايز يقتله في الطبيعة زي ما ده قتله في اللعبة، هو عايز يقتله كمان في الحقيقة. مشكلة كمان بقى مين اللي بيعمل كده في الاصل؟ الامهات. الامهات هما اللي بيسمحوا لاطفالهم ان هما يقعدوا وقت طويل جدا على الموبايل وعلى الاجهزه دي. بس احيانا يعني يا رشا خلينا نقول ان الام مش هي سبب رئيسي، يعني هي اكيد الام مضغوطه يعني بتبقى في شغلها، او ان هي بتبدا تروق في البيت او تنظف او ما شابه كل ده، فهي بالتالي حابه ان هي تشغل الطفل شويه عنها، او ان هي حابه فتره نقاها شويه تقعدها مع نفسها، فبتدي للطفل الموبايل علشان يسكت. بصي انا معاكي، انا ساعات كتير انا شخصيا بعمل كده، بس ده مش معناه ان انا اهمل طفلي. هي الام متهيئ لها ان دي مجرد لعبه انا بديها للطفل هو بيلعبها، ما تعرفش ان ده بيأثر على شخصيته فيما بعد وبيولد عنده مشاكل وحاجات كتير جدا. سواء على فكره دلوقتي كمان معظم الاطفال تلاقيهم في المستوى الدراسي بتاعتهم ضعاف جدا، ده بيبقى نتيجة ان هم مركزين في اللعب دي، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا، بيبقى تركيزه خلاص في اللعبة دي، هو مش مركز في الدراسة ومش مركز في اي حاجة تانية. فالمشكلة ان انا كده بأذي طفلي، فانا ممكن اتحكم في الموضوع ده عن طريق في تطبيق نزلته جوجل تقريبا اسمه فاميلي لينك. التطبيق ده انت تقدري تتحكمي في موبايل ابنك عن بعد حتى على فكره، وتقدري تسمحي بالتطبيق اللي هو يقدر ينزله او ما ينزلوش. يعني هو بيحاول ينزل تطبيق وانت مش عايزاه، فانت ممكن تمسحي التطبيق ده وما تسمحيش ان هو ينزل. غير كده كمان يا رشا احنا لاحظنا ان الفتره اللي فاتت دي ان في حاجات كتيره قوي مفيده في السوشيال ميديا. هي كل حاجه دايما ليها عيوب ليها مميزات، زي ما اي كل حاجه ليها سلبيات كل حاجه ليها ايجابيات. طيب الايجابيات بقى في الاجهزه الالكترونيه، هنا دلوقتي بدانا نلاحظ ان دلوقتي كل حاجه معتمده على السوشيال ميديا، زي كورسات مثلا ان الطفل يقدر يحضر برنامج تعليمي، او مثلا ان هو يبدا يتفرج على برامج تعليميه مهمه وهادفه بالنسبه له، زي ان هو ازاي يتعلم الرسم، ازاي يبدا يبقى خطه حلو، ازاي يبقى فيه في العاب بتنزل دلوقتي على الموبايل العاب رسم. يعني انت بتنزلي لعبه بيديله رسمه وازاي ان هو يلون، دي بتنمي روح التلوين وروح الرسم عند الاطفال. دي الحاجات بقى اللي احنا ممكن ننزلها لاطفالنا عشان يقدروا ازاي يستفيدوا من السوشيال ميديا ويبعدوا عن الاضرار بتاعتها اكتر وقت. تمام. عارفه انت زمان كنا بنلعب لعب كده زمان، فاكره الالعاب بتاعه زمان اللي كنا بنلعبها؟ كانت غير دي خالص، كان اخرنا فعلا عارفه انت مسدس الميه بقى والبازر والحاجات اللي احنا بنلعبها دي، اوتوبيس كومبليت يعني. بس اقول لك على حاجه برضو، انا مش هقدر اجي في وقت معين واقول لطفلي لا سيب الموبايل خلاص ما تلعبش بيه، بس انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن انزل له لعبه مثلا زي من سيربح المليون، واحاول انمي طبعا دي هتولد عنده معلومات وهيكتسب معلومات كتير، فانا احاول اشجعه واقول له طب بص لو كسبت في اللعبه دي انا هوديك حته معينه انت بتحبها. ندي للطفل حافز ان هو خلاص انت ابدا العب اللعبه دي، واول ما توصل لمرحله معينه خلاص يلا بقى ايه احنا انا مثلا هخرجك، انا مثلا هجيب لك حاجه حلوه. فهنا شويه شويه هيبدا بقى الطفل ان هو يدي لنفسه معلومات. هيبدا يبعد عن الاجهزه الالكترونيه دي، واضرارها زي ما قلنا اضرارها كتيره جدا. واحدة قلت اللي يقدر يتحكم في الموضوع ده هو الام والاب. كمان المشكله كمان الموضوع دلوقتي عارفه الاطفال، انا عندي ابني فعلا كده اقول له يلا نخرج نروح النادي نلعب رياضه، يقول لي لا 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 انا هقعد على الموبايل انا هقعد على اللابتوب. هو خلاص بقى عنده ده العالم بتاعه، مش عايز حابب يفضل لوحده، مش عايز يختلط بحد، حابب يفضل في دايره الوحده، مش عايز يخرج، مش عايز يتفاعل مع المجتمع، خلاص قطع التواصل مع المجتمع. وعارفه كمان المشكله دلوقتي في ايه؟ هو طبعا بيفضل قاعد مش اقل من 10 12 ساعه،
طبعا قاعد بياكل وهو قاعد، فمعظم الاطفال دلوقتي تلاقي عندهم سمنه للاسف. سمنه، ما هو بقى خلاص بقى مش عايز يتحرك، عايز يفضل الموبايل في ايده ياكل ويشرب ويفضل قاعد. حتى لما بيجي ينام يا رشا احيانا الطفل بيبقى عايز يتفرج على مثلا برنامج على اليوتيوب، ويفضل بقى مركز ومدي تركيزه للموبايل اللي في ايده علشان ينام، او ان هو يلعب لعبه علشان خاطر ان هو ينام. فهنا الطفل طبعا يعني احنا بنضره اكتر. مش انت عارفه ان ده بيعمل ارق في النوم اصلا؟ يعني الجهاز اللي انت بتقعدي عليه قبل ما تنامي ده بيخلي الطفل ما ينامش كويس ونومه مش مريح، فبيقوم مصدع. معظم الاطفال دلوقتي عندها صداع، يعني تلاقي الطفل دلوقتي ما بيكملش 10 12 سنه ويقوم صبي لك انا دماغي مصدعه وانا مش قادر. طبعا يروح المدرسه مش مركز، ما بيركزش في الدراسه، ما بيركزش في الكلام ده كله. وده طبعا بنلاقي دلوقتي نسبه السقوط او الرسوب في الاطفال كتير قوي غير زمان. بس خلينا نقول دلوقتي ان العالم اتطور يا رشا، وبقينا في عالم التكنولوجيا، وان المفروض ان احنا السن المسموح به ان احنا ندي للطفل ده الموبايل او التابلت او الاجهزة الالكترونية دي مثلا من سن 12 سنة، ان انا شايفة ان ده سن كويس قوي للطفل ان هو يبقى مدرك وعارف يعني ايه الجهاز اللي في ايده ده، ويقدر يستخدمه وايه الافادة اللي هيستفادها من الجهاز دي. النقطة اللي احنا بنتكلم عليها ان ده دور الام والاب، هما اللي يقدروا يتحكموا امتى ادي ابني موبايل، سن كام ادي ابني موبايل، وازاي اتحكم في الحاجات اللي هو بيشوفها. يعني انا ممكن لو طفلي 4 5 سنين ممكن اديله موبايل يلعب عليه شويه يتفرج على حاجه، بس اتحكم في الحاجات اللي هو بيتفرج عليها، اعرف هو بيتفرج على ايه، انزله حاجات اللي هو ممكن يستفيد منها، ممكن في الاخر يطلع بمعلومه مش يتفرج كده وخلاص وتولد عنده بقى المشاكل والحاجات اللي احنا قلناها دي للاسف. نزل يعني البرامج الالعاب اللي هي لعبه اللوز ومن سيربح المليون حاجات تانية كتير قوي. لو دورنا على جوجل على هنلاقي العاب كتير، العاب من بتاعه زمان وحاجات كتيره. فاحنا كده المشكله احنا بنضر اطفالنا. انت عارفه ان في دراسه اتعملت في جامعه امريكيه قالت ان الطفل لو قعد اكتر من 9 ساعات في الاسبوع على الموبايل ده بيسبب مشاكل صحيه، وبيسبب مشاكل في الاعصاب والم في الظهر وحاجات كتير ومشاكل صحيه كتير زي اللي اتكلمنا عليها. المشكلة الموضوع كبير وعايز وقت كتير عشان نتكلم فيه، لكن للأسف حلقتنا خلصت. فآخر حاجة عايز أقولها لكل أب ولكل أم، أولادكم ثم أولادكم ثم أولادكم، خلي بالكم منهم، حاولوا تخصصوا ولو جزء صغير ليهم عشان تقدروا تحافظوا عليهم، لأن هم شباب المستقبل. خلصت حلقتنا للنهاردة، استنونا الأسبوع اللي جاي يوم الأربع في نفس الميعاد من برنامجكم كلام كبار.